السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الدرس التاسع ودرس الأسبوع 29 من دروس مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، باب الاقتداء. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخلق بأخلاقه. الأهداف: أوظف ما اكتسبته خلال السنة في دروس الاقتداء لحل وضعية تقويمية. أتخلق بأخلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحصة الأولى: أقرأ الوضعية وأتعرف المطلوبة. وضعية تقويمية: لاحظت أن صديقي يخون الأمانة ولا يصدق في قوله ويقصر في عمله المدرسي، فأردت نصحه. قال الله تعالى في سورة القلم الآية الرابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله عز وجل كذلك في سورة الانشقاق الآية 6: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. نلاحظ في الصورة الأولى ولدان يتحدثان إلى ولد آخر يطل عليهم من السطح ويقول: نعم توجد كرتك على السطح. نفهم من هنا أن الولدان كانا يلعبا بالكرة ثم ضربها أحدهما عاليا فطارت فوق سطح هذا الولد الثالث، وعندما سألاه هل توجد كرتنا هنالك قال: نعم إنه ولد صادق. هنا نلاحظ امرأتين ماذا بهما؟ تتشاجران، امرأتان تتشاجران وفتاة تحاول أن تفرق بينهما وتقول لهما: توقفا عن الخصام، عفى الله عما سلف. الحصة الثانية: أنجز المطلوبة. تعليمات: انطلاقا من الآيتين والصورتين ومما تعلمته في هذه السنة من الآيات والأحاديث والقصص، أولا أقنع صديقي بالتحلي بأخلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا أدعوه إلى الجد والاجتهاد في عمله المدرسي، ثالثا أحدثه عن الخلق العظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نجيب على هذه الأسئلة: أقنع صديقي بالتحلي بأخلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة، كما أنه كان يكدح في طلب الرزق ويؤلف بين قومه. ثانيا أدعوه إلى الجد والاجتهاد في عمله المدرسي. عرفت حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد والكدح في طلب الرزق، حيث انشغل بالرعي والتجارة، وقد علمت خديجة رضي الله عنها بصدقه وأمانته فاستأجرته ليتاجر في مالها. ثالثا أحدثه عن الخلق العظيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. إذن هنا يشهد الله تعالى عن عظم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولها في كتابه ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم.
كما أنه كان يشتغل ويكدح ويجتهد في طلب الرزق، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالرعي والتجارة، وكذلك كانت استأجرته أمنا خديجة رضي الله عنها، كان حافظا للأمانة ويصدق في قوله. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.